بخير وصحة جيدة، يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتطلب من فضلك عشان يوصل لكل جديد. والآن وفيكم بأسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 13 أبريل 2023. نبدأ لحم الفراخ البيضاء الكيلو ب69 جنيه إلى 70 جنيه، لحم الفراخ الساسو من 80 إلى 85 جنيه، لحم الفراخ البلدي من 99 إلى 100 جنيه، لحم أمهات أبيض من 49 إلى 50 جنيه. أما بالنسبة للأسعار الكتاكيت فهي كالتالي: كتكوت أبيض عمر يوم من 9 إلى 10 جنيه، كتكوت ساسو عمر يوم من 8 إلى 9 جنيه، كتكوت بلدي حر يوم من 7.5 إلى 8 جنيه. أما بالنسبة لأسعار البطة فهو كالتالي: كتكوت بطة فرنساوي من عمر يوم من 17.5 إلى 18.5 جنيه، كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 25.5 إلى 26.75 قرش، كتكوت بط مولارد عمر يوم من 32.5 إلى 32.75، لحم بط فرنساوي 74 إلى 75، لحم بط مسكوفي 99 إلى 100 جنيه، لحم بط مولارد من 84 إلى 85 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الرومي فهو كالتالي: كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 إلى 71 جنيه، كتكوت رومي أثمر عمر يوم من 12 إلى من 13 جنيه، كتكوت رومي برونزي 300 جرام من 20 إلى 20 جنيه. أما بالنسبة لأسعار السمان فهو كالتالي: كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم غير متاح، كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم 4 جنيه ل 4 جنيه ونص. أما بالنسبة لأسعار البيض فهو كالتالي: البيض الأحمر الكرتونة من 99 ل 100 جنيه، البيض الأبيض الكرتونة من 103 ل 103 جنيه، البيض البلدي الكرتونة ب97 ل 98 جنيه. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 13 أبريل 2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.